الجفون المتورمة من المشكلات الصحية الجمالية التي يعاني منها الكثير من الناس سواء الكبار أو الصغار في العمر، لكن هذه المشكلة الصحية قد تكون أسبابها متعلقة بحالة الإنسان الصحية ومرتبطة ربما بعمل بعض الوظائف الداخلية كالكبد والكلى، أو قد تكون مجرد مشكلة جمالية ظهرت فجأة إما بسبب مؤثرات خارجية وعوامل بيئية كالشمس أو بسبب التقدم في السن. حلقة التشخيص هذا الأسبوع ستكون مختلفة قليلاً عن الحلقات السابقة، إذ ستجمع الشق الصحي والجمالي في هذه الحلقة من خلال عملية تجميل الجفن. علاج انتفاخ الجفون والجفون المترهلة يعتمد على التشخيص في الأساس. إذا كان انتفاخ بسبب تجمع سوائل في الجسم وهذا بسبب مشكلة صحية في الكبد والكلى، فتتعالج وبعد كذا تشفى المريضة. لكن في معظم الحالات يكون السبب انتفاخ الأكياس الدهنية اللي داخل العين، والأكياس هذه مهمة، هذه مخدات العين لمنع الاهتزازات أنها تأثر على النظر، وهذا مهم جدا لعلاجه أنه نزيل الأكياس الزايدة، ما نزيلها كلها، بنزيل الأكياس الزايدة من العين، وهذه للكبار والصغار. وأنا الآن عندي حالة، جايين في وقتكم المناسب أننا نشوف الحالة هذه مع بعض في غرفة العمليات. قبل ما نفحص المريضة إلى أن تيجي، خلينا نتكلم عن عمليات الجفون. طبعاً عملية الجفون تتطلب معرفة سبب المشكلة، والمشكلة قد تكون في الجفن العلوي، قد تكون في الجفن السفلي، والمشكلة هذه قد تكون عند الصغار وعند الكبار. المشاكل هذه بنراعيها وبنعالج كل مريض على حسب حالته. ففي عندنا بعض الحالات اللي عندهم مشاكل في الجفون السفلى بسبب ارتخاء الجلد، وهذه علاجها بعملية شد. وفي بعض الحالات عندهم ارتخاء في الجلد وزيادة في حجم الدهون، وبتسبب تورم في الجفن، وبتسبب تكتلات في المنطقة هذه، وتسبب الجفون المبطنة. يمكن الرجال ما بيحسوا بإيش هي الجفون المبطنة، لأنه ما بيستعملوا ميك اب وما بيحطوا لا آي شادو ولا شيء. هذه المساحة اللي ما بين الحاجب وما بين الرمش يسموها الآي شادو سبيس. الآي شادو هو الميك اب اللي بنحط في المساحة دي عشان يعطي جمال أكثر للعين، وانتم عارفين أنه العين مهمة جدا في الحضارة والجمال الشرقي، لأنه هي أول حاجة نظرة الإنسان تجي عليه على العين. وبعدين في دول الخليج بسبب ارتداء النقاب والعباية والطرحة أحيانا ما بينظهر من المرأة إلا عيونها، فبيركزوا أكثر على جمال العين وكيف تبرز العين بشكل حلو. فالعملية اللي بنعملها مو بس للجفن وكمان للحاجب، ممكن انه الحاجب اذا كان مرتخي ممكن اننا نرفعه في نفس الوقت مع عملية الجفن. نزول الحاجب هذا بيسبب ظهور تجاعيد في الجبهة. ليش؟ لانه المريض بيحاول طول المدة انه يبقي حواجبه مرتفعة، فيشدها على فوق وتظهر التجاعيد في اعلى الجبهة، وهذه بتسبب تجاعيد مع الزمن، بتحفر في الجلد وصعب انها تروح. طبعا البوتوكس يعالج المشاكل هذه، لكن الجراحة بتريح الإنسان من دون ما يدي ياخذ أدوية متكررة. كثير من الناس ما بيعرفوا انه الجلد يختلف من مكان الى مكان. جلد الجفون ارق وانعم جلد في الجسم، ارق من حيث انه سماكة الجلد رقيقة جدا، فلما يكون الجلد رقيق عوامل الصحة وعوامل البيئة والتأثر بالعوامل البيئية هذه بيظهر أكثر شيء حول العين. وحاجة ثانية مهمة ذكرتيها، العادات، عادات التدخين بتسبب التجاعيد عموما، وبتظهر أكثر شيء فين؟ في العين. الحاجة اللي أكثر من كذا كمان، إيش اللي بيسبب التجاعيد؟
الموبايل. ليش؟ لأنه الواحد بيركز كثير، وأحياناً كبار السن لما يركزوا لازم يبعد التلفون ويطالع كذا، يعني يغمض عيونه شوي، فتظهر بعض التجاعيد عليه. وهذه يمكن الظاهرة ما حنشوف نتائجها إلا مع مرور الزمن ومرور الوقت، فحنشوف تأثير استخدام الأجهزة الموبايل المتنقلة على النظر وعلى جمال العين كمان وعلى التجاعيد. طبعاً عند الرجال بتظهر الحالات بشكل واضح، لكن الرجل أحياناً ما بيهتم، لأنه الرجال في العادة ما بيستخدموا كريمات لترطيب البشرة. ترطيب البشرة مهم جداً، وجود السوائل في البشرة مهم جداً، فترطيب البشرة مهم. الرجال ما بيهتموا بترطيب البشرة، الرجال بيتعرضوا لعوامل البيئة، بيتعرضوا للشمس أكثر، بيروحوا في أماكن أوتدور، أماكن مكشوفة أكثر، فممكن مكان العمل أو مكان خارجي بيتعرضوا فيه للشمس، لعوامل البيئة بشكل أكثر. الرجال يمكن بيدخنوا أكثر، فممكن هذه من الأسباب اللي بتخلي العوامل هذه بتظهر عند الرجال. لكن هل الرجال بيهتموا بنفس الشكل زي النساء؟ لا، النساء بيهتموا أكثر، النساء بتظهر عليهم الجفون العليا أكثر من الجفون السفلى، لأنه ألوية بادرة بتأثر على الجفن، بيبادروا فورا بأنهم يكشفوا ويشوفوا إيش المشكلة ويحاولوا يعالجوها من البداية. عند التشخيص لابد من معرفة أسباب هذه المشكلة، إذا كان هل هي سوائل أم هي دهون. السوائل بتكون موجودة على كامل الجفن، الأكياس بتكون أكياس محددة، مثلا كيس هنا كيس هنا، فتكون فيه محدد الكيس 1 2 3، بينما السوائل بتكون عامة. ثانيا، عند الضغط على العين بتظهر الأكياس، بتبرز لبرا. إيش هي الأكياس هذه؟ الأكياس الدهنية اللي هي مخدات العين. لما تضغط على العين تضغط من تحت تظهر اللي فوق، تضغط من فوق تبرز اللي تحت، فهذه هي الأكياس الزائدة عن حجم غرفة العين، فبتبرز للخارج بشكل واضح، وهذه بتسبب انتفاخ العين وبتدي مظهر الإرهاق والتعب على الشخص. الحاجة الثانية المهمة عند التشخيص أنه نتأكد أنه المريض ما عنده جفاف بالعين. جفاف العين، وإذا المريض بيشتكي من الجفاف وعانى منها وسوينا له عملية، المشكلة بتزيد بعد العملية، وهذه صعبة جدا على المريض أنه يتحمل الجفاف، أنه المريض يحس كأنه في تراب، كأنه يحصل خدش في القرنية، وهذه متعبة وموجعة في نفس الوقت. الحاجة الأخيرة اللي لازم نتأكد منها اللي هي عضلة العين، فصار عندنا جلد وعضلة وأكياس. عضلة العين لازم نتأكد أن العضلة دي ما ارتخت، لأنه إذا سوينا عملية وعضلة مرتخية يمكن العضلة دي ما تتحمل الشد اللي بيحصل في الجلد، فيحصل مضاعفات جانبية من أثار العملية. فلا بد من الكشف على الجلد، الكشف على العضلة، والكشف على الأكياس الدهنية. العضلة نكشف عليها كيف؟ في حاجة اسمها سناب باك تيست، هنشوفها على المريض. السناب باك تيست هذا لما نسحب الجلد، الحين لما أسحب الجلد هذا، الجلد إذا كان فيه جفاف بيبقى فوق ومرتفع، إذا كان الجلد مرطب فيختفي، تختفي الثانية على طول. العضلة إذا كانها مشدودة فتفرد الجلد على طول. حنشوفها في المريضة هذه ونعرف إيش هو السناب باك تيست المهم للعملية الجفون. اختبار الجلد الزايد هذا مهم جدا، شايفين كيف قديش كمية الجلد الزايد هذا، ومهم جدا أننا ما نشيل زيادة عن اللزوم، لأنه إذا شلت مثلا كمية أكبر زي كذا، شايفين كيف فتحت العين، هذا يعتبر too much، فما بنشيل هالكمية هذه. نحن عشان كذا بنرسم وبنحدد وبنخطط، فنشيل هالكمية دي اللي ما تأثر على تسكيرة الجفن. العملية هذه عمليات تجميل الجفن، عملية صحية طبية وتجميلية،
ففيها فوائد متعددة، أهمها الناحية الصحية، لأنه ترهل العين وترهل الجفن بيغطي على مستوى النظر، فاللي يشوف العين يمكن يقول هذه مرهقة وتعبانة شوي، فيمكن بعض المرضى بيعانوا من هالموضوع. الخياطة التجميلية مهمة في عمليات التجميل، لأنه الخياطة هي اللي بتترك أثر، ولازم في الوجه بالذات الخياطة تكون حساسة وتكون دقيقة. فالآن بعمل طريقة الخياطة هذه اللي يسموها الزيبر تكنيك، هي خياطة تسهل على المريض إزالة الخيوط، وكمان بتعطي منظر تجميلي أجمل بكثير من الخياطة العادية.